نناقش ذلك مع ضيفتنا السيدة ليلى عيد وهي محلة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا. جاءت طبعا قرارات الفدرال الأمريكي كما كان متوقعا لها برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وهذا ما كانت ترجح الأسواق. أيضا أشار الفدرالي لتمسكه بالسياسة التجديدية وتوقعات بقاء التضخم مرتفع هذا العام، فيما يتوقع أيضا الاحتياطي تباطؤ حاد بالاقتصاد. فهل تتوقعين استمرار الفدرالي برفع الفائدة بنفس الوتيرة الكبيرة، أي 75 نقطة أساس، في اجتماعه في شهر نوفمبر المقبل؟ صباح الخير رولا. طبعا أكيد صدر أمس بنك إعلان سعر الفائدة الفيدرالية، وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع سعر الفائدة الفيدرالية 75 نقطة أساس، أي وصلت إلى 3% إلى 3.25% تقريبا. وأشار التقرير الصادر عن الفيدرالي الأمريكي أنه في صار تغيرات بالتوقعات لعام 2022 2023 2024. بالنسبة للعام الحالي يتوقع الفيدرالي أن النمو في حالة ممكن ينكمش النمو من 1.7% إلى 0.2%. أيضا التضخم ممكن أن يكون في تراجع بسيط من 5.4% إلى 5.2% للعام الحالي. طبعا كل هاي التوقعات أفادت أنه ممكن الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة، يعني رولا إحنا عم نحكي عن تقريبا 150 نقطة أساس للاجتماعين المقبلين في نوفمبر وشهر ديسمبر. يعني تقريبا هلأ هاي التحركات والإجراءات ممكن تدفع الدولار الأمريكي لمزيد من الزخم الشرائي، بسبب أن الدولار الأمريكي يعتبر حاليا عملة ملاذ آمن، طبعا أكيد مدعوما بالبيانات الاقتصادية، بالسندات خصوصا السندات المستحقة لعشر سنوات، حيث وصلت عوائد السندات المستحقة لعشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 11 سنة. فحاليا أكد لنا الفيدرال الأمريكي وخصوصا جيروم باول أنه سيقوم ما يجب القيام به لاحتواء التضخم، حتى بالتأكيد تثبت الأسواق عكس ذلك. طيب ننتقل من تحركات الفيدرالي إلى بنك إنجلترا المركزي. المتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة اليوم، لكن نلاحظ بأنه الجنيه الاسترليني لم يتجاوب مع توقعات رفع المركزي للفائدة، بل انزلق لأدنى مستوى له منذ 1985. لماذا كل هذا الانخفاض الذي نلاحظ اليوم بحركة الباوند، وهل تعتقدي بأنه سيستمر بالانخفاض؟ صحيح رولا، يعني حاليا عم نشاهد انه الجنيه الاسترليني عم بيتحرك ضمن اتجاه هابط، وتقريبا مستقر عند اقل مستويات له من 1985. ممكن نلخص العوامل التي دفعت الجنيه الاسترليني للاستقرار دون هاي المستويات، مبدئيا بازمه الطاقه والعقوبات التي فرضتها روسيا على اوروبا. اكيد كان للمملكه المتحده نصيب من هذا الضرر، بالاضافه الى بيانات التضخم في المملكة المتحدة أشارت إلى أن التضخم فيه تراجع جدا بسيط، يعني من 10.1% إلى 9.9%، ولكن نحن لا نزال ضمن منطقة الخطر، بالإضافة إلى قوة الدولار الذي هو مدعوم من البنك المركزي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات الاقتصادية التي حتى لو كانت سلبية تدعم الدولار وتزيد جاذبيته بالنسبة للمستثمرين. نعم، البنوك المركزية ليلى في أغلبها ترفع الفائدة، الاحتياط الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، كذلك بنك إنجلترا، وحتى الوطني السويسري كما تابعنا. من ناحية أخرى الدولار وعوائد السندات مستمران في الصعود، ماذا يعني ذلك برأيك بالنسبة للذهب، وهل ستكون تلك الظروف داعمة لاستمرار انخفاض سعر المعدن الثمين؟ يعني لاحظنا انه الذهب يتحرك ضمن اتجاه هابط على عكس الدولار الامريكي، يعني عم بتداول او عم بيتحرك دون مستويات ال 1700. ممكن ايضا نلخص النقاط التاليه هي الاسباب التي ادت الى تراجع الذهب. ممكن ان المستثمرين والاسواق حاليا تفضل النقد على المعدن الأصفر بسبب الزيادة في السياسة النقدية التشددية ورفع أسعار الفائدة بنقاط تتراوح بين 75 نقطة أساس، 25 نقطة أساس، 50 نقطة أساس، وبالتالي هذا الشيء ممكن يدفع المستثمرين إلى الدولار أو العملات الأقوى بالتأكيد
بدلا او عوضا عن الذهب الاصفر. نعم، وانا اشكرك ليلى عيد وانت محللة الاسواق في إكويتي جروب، كنت معنا من العاصمة الاردنية عمان. شكرا لك.